كونوا بخير. النهارده هعمل لكم احلى جمبري خطير، طريقه سريعه وسهله. تعالوا نشوف المكونات اللي معانا ايه. معايا كيلو جمبري، والخلطه بتاعته عباره عن بصل وفلفل وبقدونس وكرفس والتوابل بتاعته، الثوم وليمون وكمون وشطه وبابريكا وملح وزيت زيتون. وتعالوا نشوف هنعمل الطريقه ازاي. جبت حله هنزل فيها كمية الجمبري اللي معايا كلها، هحط على الجمبري الأول البصل، البقدونس، فلفل هالابينيو، فلفل شطة. حطيت البصل والبقدونس والفلفل، حط حبة كرفس بيخليه طعمه حلو قوي. عندي ثوم انا دقاه، حط معلقه كبيره، عصره هنا ليمونه عباره عن ليمونه، ليمونه معصوره، كمون، معلقه كمون، معلقتين كمون، الجمبري بيحب الكمون، عاوزينه سبايسي، معلقه شطه، معلقه ملح، البابريكا دي اللي بتحليه هحط معلقتين بابريكا. هاخد المكونات دي كلها اخلطها مع بعضها، بالطريقة دي. هحط برضو شوية طماطم مقطعين يديله طعم جميل. هقلب الخلطة دي كويس قوي مع بعضها قبل ما احطها على النار. دي طريقة سهلة وسريعة هتعجبكم قوي، ما بياخدش 10 دقايق في سواء على النار. هحط بقى زيت زيتون هو اللي بيحليه، طبعا زيت الزيتون ده صحي فانا بحب احط في كل اكل زيت زيتون. هقلبه تاني مع الزيت، يبقى كده خلص. هحطه على النار ولما يخلص هنشوفه. كده جيت حطيت الجمبري على النار، بياخد بس ربع ساعة سوا، وبعد السوا هنشوف يتقدم ازاي. هنيجي نشوف الجمبري عمل ايه. بقاله 10 دقايق كده، فاضل له 5 دقايق بس وهطفي عليه. الجمبري ما بياخدش سوا كتير عشان ما يتجلدش. ريحته بقى ما اقولكوش احلى حاجة. بقى الصوص اللي جوه ده مع الرز حكاية. تعالوا اما نشوف هنغرفه ازاي. انا كده خلصت الجمبري وجنبه الصوص بتاعه، بيتاكل بالرز حكاية. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش اشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير، وبالهنا والشفا.